جاءنا الحلا ولا عجب أن يهدي الحلو من معانيه، بقلاوة من الديار طيبة وحسبكم في الخايل وما فيه. البقلاوة معجنات محلات تتكون من طبقات رقيقة من العجين وتزين بالمكسرات كالجوز والفستق وتحلى بسكب القطر. دخلت البقلاوة المطابخ العربية والآسيوية إضافة إلى المطابخ الشامية والمغاربية والتركية والقوقازية والبلقانية. لكن ماذا عن بقلاوة بنغرينا؟ في جلسة نتاع بقلاوة في بيوت السفراء نطعن في مؤسسات الدولة ونبيع أسرار الدولة، ربما من بعض النخب. هذا هو كل العيب، وهذا هو كل الخذلان، وهذا هو هذه هي كل الخسارة. هذا كان بنغرينا رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، وهذا مقطع من خطاب ألقاه بتجمع شعبي في أم البواقي وجلسات البقلاوة في السفارات التي تستنقص من سيادة بلاده حسب تعبيره، واتهامه وجهه ضد أطراف لم يفصح عنها. بنغرينا أصبح مادة تندر أسالت حبر الساخرين، خاصة بعد أن لم يتجاوز خطاب البقلاوة ساعات معدودات حتى فتح أبوابه للسفير الفرنسي في الجزائر، الذي اتفق المدونون أنه ذهب محاسبا لبنغرينا على كلامه، وخاصة وقد أتى ذلك في بيان نشره حزب بنغرينا تحت مسمى النكتة الدبلوماسية. هل قصدت سفارة فرنسا بخطاب البقلاوة؟ هكذا تساءل السفير الفرنسي ولم يجبه بنغرينا. على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الافتراضية كان التردد من موقف بنغرينا وخطاب البقلاوة أيضا، حيث كتب هشام بعد يوم واحد فقط من انتقاده لرؤساء الأحزاب الذين يستقبلون السفراء الأجانب: بنغرينا استقبل اليوم السفير الفرنسي بالجزائر بطلب من السفير الفرنسي نفسه الذي أراد الاستفسار حول تصريحات بنغرينا. سفير فرنسا يستدعي رئيس حزب جزائري ويبهدله على أرض الجزائر ويقول له: هل كنت تقصد السفارة الفرنسية بحديثك أمس في أم البواقي بخصوص جلسات البقلاوة؟ زمن الرداءة وللرداءة أهلها، هكذا قال هشام. هذا المهرج كان مرشح للرئاسة وهو رئيس حزب من أكبر الأحزاب الداعمة لبوتفليقة حسب تعبير هشام طبعا. أما في تغريدة أو تدوينة أخرى كتبت صفحة أحفاد الشهداء الأحرار بعد يومين فقط من انتقاده لمن يستقبلون من طرف السفير الفرنسي بنغرينا البقلاوة، يستقبل السفير الفرنسي وأرفق تدوينته بصورة ساخرة يظهر فيها بنغرينا وهو يحمل صينية من البقلاوة للسفير الفرنسي في الجزائر. أما في تدوينة أخرى قال محمد: بنغرينا قالهم البارح كاين سياسيين راهم ياكلوا البقلاوة في السفارات الأجنبية، وهو أصبح ياكل في بقلاوة مع السفير الفرنسي. قلنا لك أنك مجرد مهرج سياسي. ونختم مع تغريدة محمد وبقلاوة بنغرينا.